دينامو التيار المتردد. يقوم بتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية. فكرة عمل المولد الكهربي. ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي، وهي ظاهرة تولد قوة دافعة مستحثة عند حدوث تغير في الفيض. ظاهرة تولد قوة دافعة مستحثة عند تغير الفيض. مكونات الدينامو اللي هو المولد الكهربي للتيار المتردد: ملف ABCD بين قطبي مغناطيس، يكون قابل للحركة بين قطبي، ده يعمل على تغيير خطوط الفيض أو تقطيعها. ينتهي الملف بحلقتين معدنيتين ويلامس كل حلقة فرشاة من الكربون أو جرافيت، ثم توصل بين جلفانوميتر للاستدلال على مرور التيار. شرح عمل دينامو التيار المتردد: تلاحظ أنه عندما يكون مستوى الملف عمودي لا تتولد قوة دفعة مستحثة، لأن مستوى الملف عمودي ويصنع الزاوية صفر مع العمودي، ولا يحدث تغير في الفيض لأن الزاوية صفر بين مستوى الملف والعمود على المجال، وبالتالي لا يحدث تغير في الفيض ولا تتولد قوة دفعة كهربية، وتكون قوة الدفعة الكهربية صفر في هذه الحالة. نبدأ الدوران في الربع الأول، يحدث زيادة في تغير الفيض حتى تصل القوة الدفعة نهاية عظمى في نهاية الربع الأول، يعني بعد دوران 90 درجة تصبح الزاوية 90. ثم يبدأ ربع الدورة الثانية، تقل الزاوية بين مستوى الملف والعمودي، وبالتالي تقل القوة الدافعة لنقص تغير الفيض حتى ينعدم التيار بعد إتمام نصف دورة. ثم يعكس اتجاهه ويزيد ليصل إلى نهاية عظمى عند درجة 270 درجة، لنهاية الربع الثالث من الدورة. أما في بداية الدورة الرابعة، الربع الرابع من الدورة، يقل تدريجيا في الربع الرابع حتى تنعدم القوة الدافعة الكهربية، وبهذا يكون أتممت دورة كاملة، وتتكرر هذه الدورات. استنتاج قوانين الدينامو. قبل ما نقوم بالاستنتاج لازم نعرف، بما ان السرعة بتساوي الازاحة، كلنا عارفين ان لو في عندنا عقرب ساعة بتحرك في مسار دائري بهذا الشكل، اذا كانت في نقطة تتحرك على رأس العقرب بنسميها، على المحيط الدائري بنسميها سرعة خطية V. لكن لو اعتبرنا ان العقرب بعد فترة معينة سيقطع زاوية سيتا، يبقى حركة رأس العقرب بنسميها مثلا حركة خطية، لكن حركة العقرب ككل كده بنسميها حركة زاوية، ونديها الرمز أوميجا. أوميجا اللي هي السرعة الزاوية بتساوي زي ما قلنا السرعة الخطية هي الإزاحة على الزمن، هنقول الزاوية المقطوعة خلال وحدة الزمن، أو الإزاحة الزاوية على الزمن اللي هي بالشكل ده، الإزاحة الزاوية على الزمن. طيب لو فرضنا إن عقرب الساعات دار دورة كاملة، يبقى الزاوية اللي هيقطعها كام؟ 360، أو بنسميها بالتقدير الدائري 2 باي. 2 باي
وفي الحالة دي هيكون الزمن زمن دوري، زمن دوري تي. طيب يبقى الأوميجا تساوي اللي هي السرعة الزاوية هتساوي 2 باي زي ما هي. طبعا انتوا عارفين ان الزمن الدوري مقلوب التردد، يبقى ممكن نشيل دي كده ونحط مع مكانها 1 على اف. اذا لما نيجي نقول ان مقلوب مقام المقام بسط، اذا نوصل لقاعدة بتقول ان الاوميجا السرعة الزاوية بتساوي 2 باي اف، لان مقام المقام يطلع بسط. يبقى لازم ده اول حاجة نفهمها قبل ما ندخل في الاستنتاجات. يبقى دايما اوميجا اللي هي السرعة الزاوية هتساوي 2 باي اف. الاتنين باي ديت، الباي دي بتساوي 22/7 في حالة اذا كان لا توجد داخل الزاوية لا تقدير الدائري، لكن لو حولناها لتقدير الدائري هتساوي 180 درجة في حالة وجودها داخل الزاوية، عشان نحولها الى التقدير 60. طيب لما نيجي نبص استنتاج قوانين الدينامو، هنقول بما ان المغناطيس ده قطب شمالي، هو عبارة عن ملف بين قطبي مغناطيس. لو فرضنا ان ده قطب شمالي وهنا قطب جنوبي، وهنا الملف المستطيل بالشكل ده كده، A B C D. طيب خطوط مجال، احنا اتفقنا خطوط وهمية جاية من الشمال كده راح لمين؟ للجنوبي. طبعا اتفقنا ان اي سلك وليكن AB موجود في مجال مغناطيسي هيتحرك، هتولد لنا حاجة اسمها قوة دفعة مستحسة. قوة الدفعة المستحسة الى الكتروماتيف فورس هتساوي بلف BLV. طبعا شلنا الساين عشان خد مجال عمودية على التيار. طيب هنيجي بعد كده يساوي، طبعا ممكن نحط لو اشارة سالبة عشان الاتجاه حسب قانون لينز. هنلاحظ هنا ايه؟ ان السلك ده بيتحرك في اتجاه مثلا لأعلى، هيكون السلك التاني ده هيتحرك لايه؟ لأسفل. يبقى ما اصبحش عندنا ال واحدة بس، يبقى هنا ال وهنا ال، لان في سلكين بيتحركوا. هتقولي طب ما السلك ده موازي لخطوط المجال. طيب هنيجي نبص هنا بعد كده اصبح نقدر نشيل ال ده ونحط مكانها 2 BLV. يبقى الاتنين تعود على وجود ايه؟ سلكين، السلك L1 وL2 كده. الخطوة التانية، الحركة دي مش ليست سرعة خطية ولكن سرعة ايه؟ زاوية. يعني نقدر الخطوة الجاية نشيل مين؟ هنقول 2 زي ما هي والبي والال، وهنشيل الفي ونحط مكانها السرعة اللي هي قلنا هنساوي السرعة الزاوية في نص القطر، لأن فيه العلاقة إن دايما إن السرعة الخطية هتساوي السرعة الزاوية في نص القطر. السرعة الخطية هتساوي السرعة الزاوية في نص القطر. يبقى شلنا الفي ديت اللي هي السرعة الخطية، وعوضنا عنها بدلالة السرعة ايه؟ الزاوية اوميجا، السرعة الزاوية اوميجا. طيب الخطوة الجاية، طب ما احنا عارفين ان الاتنين ال، طبعا لو الضرب ده حول المحور بالشكل ده كده، طبعا هيبقى هنا ار، ده نص قطر الدوران وده نص قطر التاني، فيصبح عندنا زي ما يكون 2 ار اللي هو الطول في العرض. يبقى نشيل، لو شلنا الاتنين ديت، وشلنا ال وشلنا الار، نقدر نحط مكانه المساحة. كل التلاتة دول مساحة اللي هي الطول في العرض. الطول اللي هو الـ2 ار في العرض اللي هو ال، يطلع لنا مساحة المستطيل، الملف المستطيل بهذا الشكل. يبقى الخطوة الجاية نقدر نشيل ده كله ونحط مكانه ايه اللي هي المساحة، مساحة الملف. البي اللي هي كثافة الفيض، والكلام ده لو كانت لفة واحدة.
لكن لو في عندنا عدد لفات نحط ان لعدد لفات ناب، بقى لنا مين؟ الاوميجا بهذا الشكل ناب. اذا القوة الدفعة الكتروماتيك فورس قاف دال كاف، او القوة الدفعة بتساوي ناب على طول، ناب ان عدد اللفات، عدد اللفات ايه اللي هي المساحة، طبعا المساحة اما بتيجي مباشرة او بتيجي بالسنتيمتر المربع، نضرب في 10 لو كانت بالسنتيمتر المربع نضرب في 10 سالب 4، او الطول في العرض بشكل ما. بي كثافة الفيض، مفيش اي مشاكل، كثافة الفيض بالتسلا. اما الاوميجا ديت زي ما اتفقنا اللي هي عبارة عن 2 باي 2 باي اف زي ما استنتجناها من شوية. طيب اذا الكلام ده امتى يكون؟ لما يكون مستوى الملف موازي، يعني نهاية عظمى، نهاية عظمى. وبالتالي هنسمي اول قانون هناخده، هنقول الكتروماتيك فورس قوة الدفع الكهربية العظمى اللي هي ماكسيموم بتساوي ناب، ناب ان عدد لفات، ايه المساحة، البي كثافة، في 2 باي اف اللي قلنا عليها 2 باي اف، طبعا اف اللي هو التردد، وباي اللي هي 22 على 7 بالوضع ده. اف التردد اما يجي مباشر او يجي زي مثلا في شكل زمن دوري، واحنا عارفين الزمن الدوري هو مقلوب التردد، يعني لو جات مثلا واحتاج زمن لدورة كاملة يعني مقلوب التردد، الزمن الدوري بيساوي مقلوب التردد. ممكن يجيب لها بكام شكل من الاشكال، ربع الزمن الدوري وهكذا، لا حسب الكلام. او نقول ان التردد خدناه قبل كده هو عدد الدورات على الزمن، يعني يدور بمعدل مثلا 600 دورة في الدقيقة، فنقسم عدد الدورات على الزمن، بنقسم الزمن بالثواني. ده اول قانون لما تكون قوة الدفع عظمى ويكون مستوى الملف موازي، مستوى الملف موازي لخطوط المجال، موازي لخطوط المجال، لان لما يكون موازي لخطوط المجال الزاوية 90، لان احنا بنحسب الزاوية بين مستوى الملف والعمود على المجال، لان السيتا بهذا الوضع. طيب لو نيجي بقى بعد ما يبدأ يدور الملف، يبدأ يدور، اول ما يبدأ يدور تبدأ الزاوية تقل، يبقى في كل لما في الحالة ديت هتبقى نفس الطريقة، الناب او نسميها القوة الدفع العظمى اللي هي 2 باي اف، 2 باي اف دي بنسميها القوة الدفع العظمى، في ساين يعني ممكن نسميها بهذا الشكل الكتروماتيك فورس ماكس، يعني هي القيمة دي نفس القيمة دي، بنضربها في مين؟ في ساين سيتا، في ساين سيتا، ساين سيتا. طيب ايه هي سيتا بقى؟ زي ما اتفقنا السيتا هي الزاوية بين مستوى الملف، الزاوية بين مستوى الملف والعمود على المجال. طيب هيبدأ الملف يدور، وهو بيدور الملف السيتا بتقل تقل تقل حتى ايه؟ يصبح مستوى الملف عمودي وتنعدم السيتا دي. اما نعوض عنها نفس الكلام هو اوميجا في تي، جات منين؟ طب ما احنا عارفين ان الاوميجا، بما ان الاوميجا بتساوي السرعة الزاوية بتساوي الزاوية على الزمن، السرعة الزاوية زي ما نقول السرعة الخطية الازاحة الخطية على الزمن، يبقى السرعة الزاوية الزاوية المقطوعة خلال الزمن. لو ضربنا الطرفين في الوسطين يبقى السيتا هتساوي اوميجا في تي، يبقى نشيل السيتا ديت، السيتا ديت هنشيلها ونعوض عنها بقيمة الاوميجا في تي. طيب برضو ما احنا قلنا نفس الكلام، نفس الكلام، ساين ممكن نشيل الاوميجا ونحط مكانها 2 باي اف، 2 باي اف في تي، 2 باي اف في تي. يبقى شكل القانون هو نفسه، هو ده هو ده هو ده، بس اذا الاختلاف بس على حسب اذا كان جاب الزاوية مباشرة خلاص نستخدم هذا القانون، اذا استخدام اذا جاب بسرعة الزاوية نستخدم القانون ده، اذا جاب بدالة التردد بس يبقى شكل القانون هنقول هنا ناب، يبقى الكتروماتيك فورس اللحظي، الكتروماتيك فورس
اللحظي يساوي ناب اوميجا اللي هي 2 باي اف اللي هي نسميها العظمى، دي ممكن نعوض عنها بالقوة الدافعة العظمى. في ساين سيتا، ساين سيتا اللي قلنا هنعوض عنها اما باوميجا في تي او باتنين باي اف في تي. طبعا لاحظ في ملحوظة مهمة جدا، في فرق بين الباي ديت، الباي ديت قيمتها بتبقى 22/7 او اللي بنقول عليها 3.14%، بينما الباي اللي في داخل الزاوية دي بتبقى بالتقدير الستيني بتبقى 180 درجة. يبقى فرق بين الباي اللي بعد الساين والباي اللي بره الساين. التي طبعا هتجيلك بالثانية، بالثانية، فهي لو جت بالملي ثانية او بالمايكرو ثانية لازم تحول لثانية. الملي معناها نضرب في 10^3، المايكرو ثانية 10^6، ده التحويلات بتاع الزاوية دي. يبقى دول اول قانونين، اما يقول ان هي عظمة ماكسيمم ناب 2 باي اف او 2 ناب اوميجا اذا كان مستوى الملف موازي، او اذا بدأ في الدوران هيبقى لحظي بقى، لحظي. يعني ايه لحظي؟ كل لحظة بيتغير الزاوية سيتا، فاما تيجي بالزاوية مباشرة نعوض عن الزاوية بين مستوى الملف والعمودي، سيتا هي الزاوية بين مستوى الملف والعمودي، او بدالة السرعة الزاوية والزمن، او بنفك السرعة الزاوية باتنين باي اف. وفي الحالة دي في فرق بين الباي اللي في الساين والباي، ده اول ايه قانونين في المولد الكهربي. هنشوف دلوقتي باقي القوانين. لما اجي اقول القوة الدفعة المستحسة المتوسطة سواء خلال ربع دورة او نص دورة او تلات اربع دورة او دورة كاملة، لو قلنا خلال ربع دورة هتبقى ناب، برضو ناب كلها او ناب بهذا الشكل بس في 4F. ايضا يبقى خلال نص دورة برضو ناب 4F، يعني دي القوة الدفعة المتوسطة خلال ربع دورة هي نفس النص دورة. طب لو قلنا هذا السؤال عال، ليه المتوسط قوة الدفعة الكهربية في نص دورة دي في نص دورة في ربع دورة، ربع دورة هتساوي نص ايه دورة، نص دورة. الإجابة على كده ايه؟ مش احنا متفقين ان هل تغير التغير في الفيض في ربع دورة زي نص دورة؟ تعال نشوف كده، هيكون نفس التغير، لان التغير في ربع دورة هيبقى تغير خلال ربع، لكن التغير في نص دورة هيبقى التغير خلال نص. ازاي؟ لو احنا جينا نقول الكتروماتيف فورس، القانون اللي احنا عارفينه بيساوي ايه؟ بيساوي سالب ان اللي هو قانون فاراداي دلتا بي في الايه على دلتا تي. خلال ربع دورة، ربع دورة هنلاحظ ايه؟ ان كانت البي ده هيت باتنين، ربع دورة البي بالبي والباقي زي ما هو، ناب زي ما هو، هو كده. وهيبقى الزمن ربع الزمن الدوري، يبقى 1/4 تي ربع الزمن الدوري. فربع الزمن الدوري خدت بالك معايا، يعني معناها مقلوب الزمن الدوري مقلوب التردد، فيطلع ده ب 4F فوق. اذا مقلوب ربع الزمن الدوري يبقى ربع التردد، يبقى في الحالة ده هي ال 4F تطلع فوق، اذا يطلع الناتج N B A في 4F. تاني، في ربع دورة كانت الدلتا بي بالبي، وكان الزمن ربع الزمن الدوري يعني ربع التردد، لأن زمن الدوري مخلوب التردد، يبقى 4F مقام مقام تطلع باسط. طب تعال نشوف بقى كده نص دورة. طيب يبقى الكتروماتيف فورس خلال نص دورة، نص دورة هتساوي
نفس القانون ان في دلتا بي في الاي على دلتا تي. في نص دورة لو تتذكروا كنا بنقول في نص دورة يبقى الدلتا دي بي ده باتنين بي. في نص دورة الدلتا بي او قلب الملف او عكس اتجاهه الدلتا بي باتنين بي والباقي زي ما هو كده. وهيبقى في الزمن في الدوري في حديات هيبقى نص الزمن الدوري. نص الزمن الدوري. طب ما احنا عارفين نص الزمن الدوري والدوري الزمن الدوري مخلوب التردد. يبقى معنى ذلك ان نقدر نقول في الوضع ده بقى اتنين ان بي اي على واحد على اتنين اف. مقام المقام يطلع بسط، اذا هتساوي نفس الطريقة اتنين في الاتنين دي باربعة، يبقى برضو ناب اربعة اف. يبقى نقدر نقول ان القوة الدافعة خلال نص دورة هتساوي القوة الدافعة خلال ربع دورة الكتروماتيك فورس خلال نصف دورة المتوسطة خلال نصف دورة تساوي ربع دورة. يبقى الإجابة هذا الكلام ده الاستنتاج، نستنتج ان القوة الدافعة خلال نصف دورة بتساوي ربع دورة. الإجابة على الكلام ده لأن تغير الربع تغير التيار في ربع دورة هيعادل تغير التيار في نصف دورة المعدل المتوسط له. طيب لو جينا نقول قوة الدفع خلال ثلاث أرباع دورة الكتروماتيك فورس خلال ثلاثة أرباع دورة نفس الفكرة هتساوي ناب هنقول هنا ثلاثة اف على أربعة ثلاثة أرباع دورة. هنيجي بعد كده خلال دورة كاملة خلال دورة كاملة هتساوي صفر، لأن بنجيب المتوسط ومعنى المتوسط هيبقى نقدر نص دورة موجبة ونص دورة سالبة بالشكل ده كده. هيبقى الزيادة كده نص دورة موجب ونص دورة سالب، يبقى القيمة المتوسطة القوة الدافعة المتوسطة خلال دورة كاملة بيساوي صفر. هنيجي بعد كده القوة الدافعة المستحثة الفعالة. يعني ايه الفعالة؟ لو جبنا مثلا تيار مستمر معروف انه ثابت الشدة والاتجاه، يبقى القدرة الكهربية زي ما اتفقنا هتساوي القدرة الكهربية بتساوي اي تربيع في ار لان التيار مستمر. طب لو كان تيار متردد هيبقى هنقول ان القيمة الفعالة قوة الدفع الكهربية المستحثة الفعالة هتساوي القوة الدفع الكهربية العظمى ونضربها في قيمة ثابتة اللي هي واحد على جذر اتنين، نضربها في واحد على جذر اتنين أو بنضربها في 707 من 1000 قيمة العظمى الفعالة. من قانون اوم احنا متفقين ان ال في بتساوي اي في ايه في ار. يبقى لو عايزين نجيب التيار الفعال نقسم على مين؟ التيار الفعال الكتروماتيك فورس هتساوي لو قسمنا دي على ار، برضو قسمنا دي على ار وده على ار هيطلع نفس الطريقة الاي العظمى شدة التيار العظمى في برضو في واحد على جذر اتنين او 707 من 1000 اللي هي ساين 45. طيب لما نيجي نقول ايه هي القيمة الفعالة للتيار، ودي من التعريفات اللي لازم نكون مأكدين عليها، القيمة الفعالة للتيار المتردد ده تعريف في غاية الأهمية بيتكرر أحيانا. هنقول فيه بقى ايه هو شدة التيار المستمر. هو التيار المستمر الذي يولد طاقة حرارية يولدها التيار المتردد في
في نفس الزمن ونفس المواصل. ايه معنى تاني الكلام ده؟ يعني لو احنا عندنا تيار متردد معروف متغير الشدة واتجاه، هذا التيار متغير الشدة واتجاه يبقى القيمة الطاقة الحرارية اللي بيولدها متغيرة، لكن احنا عايزين نحسب القيمة اللي هتبقى الفعالة التي تكون ناتجة بصفة مستمرة. فاحنا بنقارنها بين ايه؟ بين تيار مستمر، ونقول هو التيار المستمر الذي يولد طاقة حرارية يولدها التيار المتردد في نفس الزمن ونفس المواصل. هو التيار المستمر الذي يولد طاقة حرارية يولد التيار المتردد في نفس الزمن ونفس المواصل. هنلاحظ ان الزمن الدوري التيار الناتج تيار متردد، يبقى التيار المتردد يبقى نقول التيار المتغير، التيار المتردد هنقول عليه تيار متغير شدة واتجاه. فليه تردد؟ فلما نقول ايه هو تردد التيار المتردد، تردده هنقول هو عدد الاهتزازات الكاملة، هي عدد دورات، هي عدد الذبذبات او عدد دورات التي يعملها الملف في الثانية الواحدة، التي يحدثها او يعملها الملف في الثانية الواحدة. واحنا عارفين التردد مقلوب الزمن ايه؟ الدوري. عدد مرات النهاية العظمى، هنشوف التردد ونضربه في 2، شوف التردد ونضربه في 2، يبقى بنجيب عدد مرات النهاية العظمى، عدد مرات النهاية العظمى. طيب عايزين نجيب عدد مرات النهاية انعدام التيار، هتبقى 2F، 2F زائد 1 هيدينا عدد مرات انعدام التيار، عدد مرات انعدام التيار بالشكل اللي هو ده، وان التردد مقلوب الزمن الدوري. عشان نحصل على دينامو التيار المستمر، دينامو التيار المستمر نعمل ايه؟ بنقوم نستبدل، احنا عارفين هنا في الوضع اللي احنا عارفينه ده مغناطيس قطب شمالي قطب جنوبي، وزي ما متفقين ان خطوط المجال الوهمية جاية من الشمال الجنوبي، وده الملف اهوت ملف بهذا الوضع. التعديل اللي هنعمله عبارة عن ايه؟ ان احنا هنستبدل الحلقتين المعدنيتين بنصفي اسطوانة مشقوقة، نصفي اسطوانة مشقوقة بهذا الشكل، نصفي اسطوانة مشقوقة. يبقى التعديل عشان نحول دينامو التيار المتردد، هو كان دينامو التيار المتردد كان ملف ينتهي بحلقتين معدنيتين هنا ولمس كل حلقة فرشاة، فأما دينامو التيار المستمر هو نفس دينامو التيار المتردد، ولكن نستبدل الحلقتين المعدنيتين بنصفي اسطوانة. نصفي اسطوانة بنسميها مقاوم التيار، مقاوم التيار. يبقى ايه هو مقاوم التيار؟ مقاوم التيار هو عبارة عن نصفي اسطوانة مشقوقة، نصفي اسطوانة مشقوقة ومعزولة، نصفي اسطوانة مشقوقة بحيث يلامس كل ايه؟ نصفي فرشاة من الجرافيت او الكربون، ده فرشاة من الكربون او جرافيت، وفي الاخر نوصله بالمصب بالايه؟ بالجلفانوميتر او بمصباح كهربي عشان نشوف الاضاءة الناتجة. طبعا قلت نصفي اسطوانة في حالة وجود ملف واحد. طيب يبقى نصفي الاسطوانة ايه هي؟ تعريف مقاوم التيار، هي عبارة عن نصفي اسطوانة مشقوقة لتقويم التيار. يعني ايه لتقويم التيار؟ كلمة تقويم التيار معناه جعل التيار يمر في اتجاه واحد، جعل التيار بعد ما كان التيار متردد بالشكل ده، ده تيار متردد متغير الشدة والاتجاه بهذا الشكل. تقويمه معنى تقويم التيار معناه
توحيد اتجاه التيار، يعني جعل التيار النص الموجب يمر والنص السالب لا يمر، نص الموجب يمر والنص السالب يمر. يعني معناها توحيد اتجاه التيار، توحيد اتجاه التيار يعني جعل التيار موحد اتجاه بس لسه مازال متغير الشدة، موحد الاتجاه ولكن متغير الشدة. ده كان لو استخدمنا لفة واحدة بس. طب لو استخدمنا عدد من اللفات، استخدمنا عدد من اللفات بالشكل ده كده، في الحالة دي تقسم الاسطوانة، تقسم الاسطوانة المشقوقة إلى عدد يساوي ضعف عدد اللفات، ضعف عدد اللفات، لأن احنا عارفين كل لفة واحدة بنصفين. طب لو لفتين يبقى أربعة أنصاف، لأن كل لفة بتحتاج نصين. إذن تقسم الأسطوانة إلى عدد ضعف اللفات. طيب كده دلوقتي خلينا التيار بهذا الشكل، التيار بالشكل ده كده، كل لفة بهذا الشكل كده، بالشكل ده، ما زال موحد الاتجاه ومتغير الشدة. تخيل بقى استخدمنا عدد كبير من اللفات، هيبقى الشكل ايه؟ ده اللفة الأولى، طب اللفة التانية بالشكل ده كده، اللفة التالتة، إذن لغاية ما نصل إلى تيار في هذا الوضع ثابت الشدة بقى، هيبقى كلها قمم نهاية عظمى بهذا الشكل. يبقى ما أهمية استخدام عدد كبير من اللفات؟ يبقى لو قلنا عدد كبير من اللفات لجعل التيار ثابت الشدة، يبقى عدد كبير، لو قلنا هنا عدد كبير من اللفات ليه الهدف منها؟ لجعل التيار موحد، لجعل التيار ثابت الشدة. يبقى في الحالة دي حصلنا تيار ثابت الشدة والاتجاه، يبقى لتوحيد الاتجاه مقاومة التيار فائدته، لتقويم التيار يبقى جعل التيار يمر في اتجاه واحد موحد وعبارة عن نصفي اسطوانة، ويكون عدد أقسامها يساوي ضعف عدد اللفات. طب بنستخدم عدد كبير من اللفات ليه؟ لجعل التيار ثابت الشدة، لجعل التيار ثابت الشدة. فأصبح التيار هنا في الحالة دي ثابت الشدة موحد الاتجاه، وهنسميه دينامو التيار المستمر. يبقى لو عملنا مقارنة بين دينامو التيار المتردد المستمر، المتردد نفس الفرق البسيط بينهم ان المتردد ينتهي الملف بحلقتين معديتين، بينما المستمر ينتهي الملف بنصفي اسطوانة اللي هو مقاوم التيار لجعل التيار موحد الاتجاه وعدد كبير من اللفات، ونستخدم عدد كبير من اللفات لجعل التيار ثابت الشدة بالوضع ده. يبقى لما نيجي نلخص القوانين هنسهلها، هنذكركم بقى سريعا كده، القوة الدفع الكهربية، قوة الدفع الكهربية بالوضع ده ناب، كلها هنبدأ بكلمة ناب، قوة الدفع ناب، الكتروماتيك فورس ناب، سهلة خالص، قوة الدفع الكهربية ناب بالشكل ده ناب. ديت مثلا في حالة العظمى هنقول عليها أوميجا، إذا قلنا ديت العظمى هنقول عليها أوميجا، أو بنقول عليها 2 باي إف، أو نشيل بنحط مكانها 2 باي إف حسب المعطيات. والإف بنجيبها مقلوب التردد أو عدد الدورات على الزمن، الإف ده بتساوي عدد الدورات على الزمن زي ما نشوف الأمثلة دلوقتي. أما هنا ده برضو أوميجا أو 2 باي إف، في نضرب اللحظي يعني خلال لحظة معينة خلال زاوية معينة، فنقول ساين سيتا، والسيتا ده زي ما اتفقنا أما عن طريق أوميجا في تي أو 2 باي اف في تي على حسب معطيات المسألة. أما المتوسطة طبعا خلال زي ما اتفقنا، شفنا خلال ربع دورة، خلال نص دورة، كلها زي بعضها، نضرب طبعا 4 اف بهذا الشكل، ناب في 4 اف. إذا كان خلال 3/4 دورة يبقى 3/4 اف، يبقى ناب بتساوي 3/4 اف خلال 3/4 دورة، خلال دورة كاملة صفر. أما القوة الدفع الكهربية، قوة الدفع الكهربية الفعالة effect اللي هي الفعالة،
هتساوي الناب اوميجا او العظمى ناب اوميجا او 2 باي اف او القوة الدفع العظمى او القوة الدفع العظمى اللي هنسميها الكتروماتيك فورس ماكس نفس المعنى في 700 ضرب 707 من 1000 اللي بنقول عليها 1 على جذر ايه 2 القيمة دي او سين 45. والتيار الفعال افكت نفس الفكرة، هنقول التيار العظمى قيمته العظمى في 1 على جذر 2 او 707 من 1000 بالشكل ده، ونعرف ان عدد اقسام الاسطوانة هيساوي ضعف عدد لفات، وان التردد هو عدد الذبذبات على الثانية بالشكل ده. نبدأ بقى نحل مسائل. نكات القوة الدفع الكهربية المترددة الناتجة عن دوران ملف بتساوي القانون ده. احسب القوة الفعالة. لما نقول احسب القوة الفعالة معنى ان جاب هنا ساين، يبقى نكتب نقارن كده الكتروماتيك فورس، نكتب القانون الكتروماتيك فورس بتساوي 180 ساين 18000 تي. اقرب قانون لهذا الشكل مين؟ اقرب قانون لهذا الشكل طبعا اللي هو القيمة اللحظية، لان جاب ساين، بما انه جاب ساين قيمة يبقى القيمة اللحظية، يبقى نقول الكتروماتيك فورس اللحظي هتساوي الكتروماتيك فورس العظمى اللي هو الماكس في ساين اوميجا تي. تعال نقارن المعادلتين كده. اذا نقدر نقول نستنتج من المعادلة دي ان القوة الدفع العظمى 180، يبقى الكتروماتيك فورس العظمى بتساوي 180 فولت، 180 فولت، وان الاوميجا في الحالة دهيت اللي هي السرعة الزاوية اوميجا ديت هتساوي 180. اذا اوميجا هتساوي 18000. طيب احنا عارفين اوميجا بتساوي ايه؟ اوميجا بتساوي 2 باي اف. اقدر اجيب مين؟ اف الايمن بيساوي الايمن، يبقى نقول 2 باي اف، 2 باي اف بتساوي 18000. طب ما هو الباي في الحادي بعد الزاويه يبقى 180، يبقى نقول هنا 2 في 180 في اف هتساوي 18000. طيب نقسم على كام؟ يبقى الالف نقسم على المعامل، يبقى 18000 على 2 في 180. 180 مع 180 يبقى التردد هيساوي 50 هرتز، ان التردد بيساوي 50 هرتز. طيب تعال نشوف المطلوب ايه. احسب القيمه الفعاله لقوة الدفع. احنا جبنا العظمى، القيمه العظمى طلعناها 180، القيمه العظمى 180، يبقى على طول القيمه الفعاله الكتروماتيك فورس الفعاله ده الافكت اتفقنا بتساوي الكتروماتيك فورس الماكس في 707 او في 1 على جذر 2. خلاص بقت الامور بسيطه، يبقى الكتروماتيك فورس الفعاله افكت هتساوي الماكس طلعناها 180، 180 في الوضع ده كده 180 في 1 على جذر 2، وزي ما تطلع بالآلة الحاسبة. طبعا القيمة الفعالة بالآلة الحاسبة هتطلع بالوضع ده. المطلوب التاني التردد، جبنا التردد 50، التردد طلع 50، اف بتساوي 50 زي ما شفناها بالوضع ده، بما ان الأوميجا
الأوميجا بتساوي 18000، والأوميجا 2 باي اف الأيمن بيساوي الأيمن، يبقى القيمة ديت يبقى عندنا مجهول. بس لما نيجي نعوض عن الباي هنعوض ب180، هيطلع التردد 50 هرتز. طيب المطلوب التاني، احسب القوة الدافعة، احسب القوة الدافعة التأثيرية بعد 5 ملي ثانية من وضع مستوى الملف العمودي. في الحالة ديت نكتب القانون في ساين 18000 في تي. طب التي معروفة كان قد ايه؟ التي موجود هنا خلال زمن قدره 5 ملي ثانية، يبقى نشيل التي ونحط مكانه 5 × 10³ منها بالملي، ونعوض كل معلوم نقدر نجيب القوة الدفع اللحظية في هذه الوضع، قوة الدفع اللحظية. تعال نشوف مع بعض مسألة كانت في الأزهر، بتقول ايه؟ ملف في دينامو يدور بمعدل 4200 دورة في الدقيقة، كل معطى في المسألة له دور، دي اسمها عدد الدورات وده الزمن. احنا قلنا اول كده نقدر نجيب التردد، يبقى اول خطوة التردد. التردد بيساوي عدد الدورات، عدد الدورات على الزمن. عدد الدورات كام؟ 4200 على زمن دقيقة، كلمة دقيقة لازم بالثانية، يبقى 60. اذا نقدر نقول 0 قبل الصفر، فها 6، فها تقريبا فيها 70 هرتز، يبقى جبنا الاف 70 هرتز التردد. طيب في مجال مغناطيسي كثافة فيضه بدأت تي، البي كثافة الفيض بي بالتسلا، يبقى 5 من 100 تسلا. طيب فإذا كان عدد لفات الملف 100، عدد لفات بنرمز له برمز ايه؟ ان. عدد لفات ان 100. طيب ومساحة كل لفة 25 ايه؟ 25 سنتيمتر. 25 سنتيمتر، لازم نحولها المتر، يبقى الايه المساحة ايه؟ بتساوي 25 × 10^4. ليه سالب 4؟ لان سنتيمتر مربع، سنتيمتر دايما سالب 2 رفع سالب 2. المطلوب احسب القوة الدفع المولدة، احسب قيمة القوة الدفع المولدة. طبعا عندنا هنا في الحالة ديت ناب وفي اف، يبقى نقدر نجيب القيمة، أقصى قيمة، هو طلب أقصى قيمة، يعني معناها الكتروماتيف فورس، الكتروماتيف فورس ماكسيمم اللي هي العظمى، هنا الأقصى قيمة معروف ده طبعا مباشرة، ناب تو باي اف. قلنا تو باي اف ليه؟ لأن طبعا جاب التردد والتعويض نقدر نجيب القيمة العظمى للتيار. الإن معلومة، والإن هي 100، والإيه معلومة، 25 × 10^4 في 2 في باي في اف، جبنا العظمى. بقت الأمور سهلة وبسيطة جدا. المطلوب التاني احسب القيمة الفعالة، احنا عارفين القيمة الفعالة الكتروماتيك فورس افكت، الفعالة بتساوي القيمة العظمى قوة الدفع العظمى، ودي جبناها في 1/2 أو ساين 45 أو 707 من 1000، ونطلع القيمة الفعالة. القيمة اللحظية، يبقى القوة الدفع اللحظية بس لما يدور كام؟ 1/12 دورة من مستوى العمودي. كلمة مستوى العمودي يعني قوة الدفع صفر. يبقى لما نجيب القوة اللحظية الكتروماتيك فورس، المطلوب التالت لما نيجي نقول
هيدور 1/12. احنا عارفين القوة المطلوب اللي هو قوة الدفع اللحظية، قوة الدفع اللحظية بعد 1/12 من الدور. دي معناها ايه؟ ان قوة الدفع العظمى في ساين سيتا يساوي قوة الدفع العظمى، جبنا معلومة ساين، ايه هي السيتا بقى؟ 1/12 من الوضع العمودي. طب ما احنا عارفين الدورة الكاملة كام؟ 360 درجة. هو دار 1/12، يعني 1/12 من 360، فيها الواحد فيها التلاتة يعني 30. إذن القوة الدفع اللحظية بعد 1/12 من وضع السكون بتساوي العظمى، الكترومتر فورس العظمى اللي احنا جبناها، في ساين 30 اللي هي 1/12 من القيمة. يطلع القيمة بهذا الشكل، نص القيمة العظمى، يطلع الناتج هنا لأن ساين 30 بتساوي نص. دينامو تيار متردد يتكون من 420 لفة. دي معناها رمز ايه؟ 420 لفة. يبقى عدد اللفات، يبقى عدد اللفات اللي هو ان 420 لفة. مساحة كل منها 3 × 10^3 متر. يبقى المساحة موجودة، يبقى الايه بتساوي 3 × 10^3، وهذا القياس هنا متر مربع، يبقى جاهز. يدور داخل ملف كثافته، كثافة طبعا رمزها، كثافة الفيض رمزها بي، بتساوي نص تسلا، جاهزة. فإذا بدأ الملف دورانه من وضع يكون فيه مستواه عمودي، نقصد بكلمة عمودي هنا إن الزاوية صفر، يبقى كده قوة الدفع صفر. طيب على خطوط المجال ووصلت إلى القيمة العظمى، كلمة وصلت إلى القيمة العظمى يعني معناها دار لتسعين درجة، فحصلنا القوة العظمى بعد زمن قدره قد إيه؟ بعد زمن قدره 1/200 ثانية. علما بأن الباي كده، احسب قوة الدفع المستحصلة العظمى. طبعا العظمى، قوة الدفع العظمى، الكترومتر فورس ماكس بتساوي 2، بتساوي ناب زي ما اتفقنا كده، ناب. طيب هو في الحالة ديت ما جابش التردد، 2 باي اف. طيب 2 باي اف كله موجود، الان موجودة 420، والمساحة موجودة 3 × 10^3، والبي موجودة نص، أصبح عندنا مشكلة. والباي موجودة في 2/27/2. المشكلة فين؟ في الإف. طيب ما هو قال هنا استغرق 1/200 من الثانية. طب ما احنا عارفين ان الزمن الدوري مقلوب التردد، وبعدين هو ده ربع دورة. ايه الدليل؟ لانه كان في الوضع اللي هو كان في وضع مستوى عمودي ووصلنا عظمى، يعني ده ربع دورة، يبقى ده ربع الزمن الدوري، يبقى التردد بيساوي 200/4. تاني هو جاب كل شيء معلوم بس ما جابش مين؟ التردد. طب نفكر فيها تاني، كان في الوضع انه العمودي ثم وصل ان هي عظمى، يبقى من العمودي للعظمى، يبقى معنى ذلك انه دار ربع دورة كاملة، وربع الدورة خد زمن، ده يبقى ده ربع الزمن الدوري، واحنا عارفين التردد مقلوب الزمن الدوري،
يبقى الدورة الكاملة هتحتاج أربعة كده، هتحتاج أربعة من الزمن ده. يبقى التردد مقلوب الزمن ده، ويبقى التردد 200/4، يبقى التردد 200/4، ونعوض ويطلع الناتج القيمة العظمى للتيار. طيب شوف مطلوب تاني، زمن وصول التيار إلى نص القيمة العظمى. نقدر نقول يبقى القوة الدفع اللحظية هتساوي القوة الدفع العظمى في مين؟ في 2 في ساين سيتا مثلا، ساين سيتا. القيمة اللحظية مجهول، القيمة اللحظية واحسب الزمن اللازم للوصول إلى نص القيمة العظمى. القيمة العظمى، القيمة اللحظية هتساوي نص العظمى، الكتروماتيك فورس نص القيمة العظمى MMF، هتساوي ايه؟ MF العظمى ساين سيتا. طب بالقسمة على القوة العظمى، اذا ساين سيتا هتساوي نص. ايه الزاوية اللي جيبها نص؟ 30 درجة. اذا نقدر نقول ان سيتا هتساوي 30 درجة. خلاص نبدأ نعوض، ما احنا عارفين ان 2 اوميجا 2 باي اف تي هتساوي سيتا. هيبقى كله معلوم ما عدا مين؟ كله معلوم ما عدا التي. 2 × 22/7 في 180، اسف، لان دي داخل الساين، في التردد اللي هو الزمن الدوري اللي هو جبناه اللي هو 50 في تي هتساوي 30. نقدر نجيب التي، اذا التي هتساوي الزمن هتساوي 30/2 × 180/50، ويطلع الزمن تي لما يطلع بالآلة الحاسبة قيمته بالثانية. دينامو تيار متردد يتكون ملفه من 100 لفة. 100 لفة معناها ان عدد اللفات 100. مساحة كل منها يعني معناها ان الايه بتساوي نص، مساحة كل منها بيساوي نص متر مربع، ويدور داخل ملف كثافته يبقى البي بتساوي 1/10. لتتولد قوة دفع مستحثة عظمى، يبقى الكتروماتيك فورس الماكس العظمى هتساوي 157 فولت. أظن عندنا ناب والقوة الدافعة، يبقى نشوف مين هيبقى موجود عندنا. السرعة الزاوية بقت بسيطة خالص. ليه؟ لأننا قانون الكتروماتيك فورس العظمى بتساوي ناب، ما نقولش بقى 2 باي اف، هنقول اوميجا على طول، لأن المطلوب مين؟ السرعة الزاوية. طيب العظمى 157، الان 100 على اللفات، الاي المساحة 5/100، البي موجودة 1/10، يبقى مين اللي موجود عندنا؟ الاوميجا اللي هي السرعة الزاوية، يبقى معادلة ذات مجهول 1 في السرعة الزاوية. بقت بسيطة، نقدر نجيب المجهول في طرف الاوميجا تساوي المعامل، طبعا 157 نقسم على المعامل اللي هو 100 × 5/100 × 1/10، وهتطلع بالناتج، واحد قياسها بيكون راديان على الثانية. طيب نشوف المطلوب التاني. المطلوب التاني بيقول ايه؟ التردد. خلاص بقت امرها بسيط، ما انت عارف ان الاوميجا 2 باي
اف بيساوي اوميجا، الاوميجا جبناها معلومة، والباي موجودة، الباي اللي هي قيمتها ممكن يجيبها لك في المسألة بتساوي 3.14%، 3.14%، يبقى مين اللي موجود عندنا؟ اف، والاوميجا جبناها من هنا. اذا لو حبينا نجيب الاف في طرف، الاف اللي هو التردد هيساوي قيمة الاوميجا اللي جبناها على 2 في 3.14%، ويطلع الناتج هرتز، اتش زد هرتز. طيب في مطلوب تالت، متوسط قوة الدفع بعد ربع دورة من وضع النهاية. يبقى قوة الدفع المتوسطة، قوة الدفع المتوسطة خلال ربع دورة هتساوي برضو ناب، ناب 4F. طبعا في المعطيات كل ده موجود، ان موجودة بمية، المساحة موجودة 5%، البي موجودة 1/10، ونضرب في 4 في اف، في اف، اف فين اللي هنجيبها من هنا على طول، نحطها في هذا المكان. او جسم البياني القوة الدفع المستحسة في ملف، يبين قوة الدفع المستحسة في ملف الدينامو مع الزاوية المحصورة، يعني هنا الزاوية وهنا قوة الدفع. طيب المطلوب ايه؟ اوجد القيمة العظمى، القيمة العظمى. طبعا احنا في الرسم بنستفاد منه ان هل ان دي القيمة العظمى، دي مجهولة، بس دي نعتبرها القيمة اللحظية، مادام جاب اي قيمة من هذا المكان تسمى القيمة اللحظية للقوة الدفع. إذا نقدر نستخدم قانون إن القوة الدفع اللحظية، القانون بيقول فيه إيه؟ بيساوي قوة الدفع العظمى في ساين سيتا. هنلاحظ إن إيه؟ إن اللحظية موجودة 10 فولت، إن اللحظية 10 فولت موجودة، اللحظية 10، والعظمى هي اللي مجهولة. الكتروماتيف فورس العظمى مجهولة، وان الزاوية عندنا ساين 45. خلاص اصبحت كل ده معلوم، ده معلوم، ده معلوم. اذا مين اللي مجهول عندنا؟ القوة الدفع العظمى، قوة الدفع العظمى هتساوي اللي مع المجهول تحت معامل، نسمع المعامل، يبقى تحت معامل ساين 45 وهنا 10. وبالآلة الحاسبة نقدر نحسب ان القوة الدفعة 10 على ساين 45، يطلع الناتج الكتروماتيف فورس العظمى هتساوي الناتج بالفولت، لان وحدة قياسها فولت. مسألة بسيطة وسهلة، بس ما تشوف شكلها تلاقيها ان القيمة دي هو مطلوب العظمى، يعني دي مجهولة. طب ما نعتبر اي نقطة من دول لحظية، فجاب اللحظية، اللحظية معلومة، وجاب الزاوية، جاب الزاوية معلومة 45 درجة، يبقى عندنا مجهول واحد اللي هي القيمة العظمى للتيار.